رايح المعارضة روتين معلوم نبع عشر أنا جبنا لهم وايرين صعفين كلا سكحنا أو ستاشر عدرها من كده وبرو إن شاء الله سعطان ما أنت عين ما كتر سن سردون في الصومالي الآن با كوش وريالة أو فردا وطورها أي ورقة كتب ولا أنا روتين وكان حرف أجاب كيتا أمير جدا المدير يبدو كسوة لي كوح صحفيين يبقوا جديد عيدا وطا أنتي إلا حتى بعد عرض في لما هي حقائق كذب لي أنا واحد صوبي لكن أنا أرى أن جل هم اللي هي تفعل يدك حرية الصحافة يوم الاثنين في صحفية سومالا يعني قالوا بيت من جل بليسة المسؤولين في كل أي كل بأنزعون شيء إن أنا ورنا كريم كريم إن صحفية تدري في سالة كردون كنت أقول بيدن ونتم على قيناء بحر الكرسوع كروت الثلاثة ذيك قالين لكن هذه ما لنا ما يعني تحس حالس بود أو حكومته أي كتلة سوي بود رجل تقال لك أبوك عايش رجلتي لكن يا أمدن وحيس وشيء يعني سمعت ما صار من غير رجلتي أو كصحافة هم أنا ديار وأنا لب إن أنا دور كي كقالين لكن بعد ما جاي الحكومة كنت يمسوين الحكومة أي مرة ضع فلد كو اخر الناس ومالا يمد بعمل صعبه الدستور الصومالي اللي حاط صعبه وجدين ابو قعيان ساكه اورياش الحري ان كان كو من هو له وري ان لا اله الا الله ان عبد حسن عبد او مشكل شقي او ولي قيمة ارنا فاينانس كا او قوطه ما كحدا فدي علمها سردون كو فلان سدو كان عبد الرشيد شيخ عبد الوهاب شيخ ابراهيم واحد دومين هو الجيش كفور اي سكن فدان ان انت ان كو من هي دعاده اصبح كو دعاده ciidamada sirdoonka oo nin wariya ah oo kala la dagaalamay baaqoota ka dhacday dibadeedoo tii taagan tahay oo runtii arintan lagu gudo jiro oo rag waaweyn oo kala saxfiyeen oo mulkiyaasha saxaafadda kan leeyahay meesha gudaha ee ku jira bay haddana taliyaha ciidanka sirdoonka ee gobolka iyo askar uu wato oo ku dabaday wariyaashii kala goobta fadhiyay saasaa laga daa wariyay iyagoo ama xadan biyay gelin u sii lagu